لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم، هنا في ظل هذه الاجواء الجميله ننتظر انطلاقه مباراه اليوم. معكم محدثكم فارس عوض من كابينه التعليق. فريق اسبانيول في مواجهه امبولي، مع هذه الاجواء نتمنى بان نشاهد مباراه كبيره على ارضيه الملعب، نتمنى بان نستمتع بكره قدم هجوميه مثيره بين الفريقين، واكيد نريد ان نرى اهدافا كثيره اليوم. تياغو سيلفا، عثمان ديمبلي، تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. مستحيل البداية، أي قوة، أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء، انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات، الله على هذا الصخر. إذا أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. اعتراض الكرة في مكان حرج. كرة بيخلصها المنافس. وصلت لرودريجو. عثمان ديمبلي، فرنانديز، بيرزيتش، تدخل والكرة بتروح. بيليه، رودريجو، بيرزيتش، نيمار، نيمار، بيليه، الله على هذا التصدي. بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. يخترق ولديه المساحة. يا رب على التصدي من إيدرسون، خيالي، مبدع، يمنع كرة هدف محقق. غريمالدو، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. لكن هنا تنتهي هذه الفرصة، كان ممكن البحث عن حلول أفضل. في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة. نيمار، تدخل سليم في اللقطة، بيخلص الكرة، بيبعد الخطورة. كرة بتتشتت من الدفاع. تغيير الآن في صفوف الفريق. عثمان ديمبلي. أوه، راسية كانت قوية، كانت في طريقها للمرمى، تصدي رهيب من حارس المرمى. هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا، لأن الوقت ما زال كافي للعودة. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. عثمان ديمبلي، تمركز الجيد الآن، يقطع من خلال الكرة. أدريان رابيو، الآن الكرة مع ديمبلي، بكرهها صح، خلص الكرة في اللقطة الماضية. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. عثمان ديمبلي، أدريان رابيو، ضغط مستمر، تبادل الكرات، محاولة لإيجاد فرصة، إيجاد ثغرة في الدفاع.
فرصة هدف مع بيرزيتش. خطورة مستمرة، كرة في المرمى. يا سلام يا سلام، بدا الكلام. يا الله على هذا الهدف. نشوف الكرة من جديد ونتابع التحركات، شوف التمركز، انظر إلى حارس المرمى، ما كان في مجال، الكرة كانت من مسافة قريبة. المباراة حسمت بالفعل، لم يعد علينا أن ننتظر صفرة النهاية لنتعرف من الفائز ومن الخاسر، الوقت المتبقي غير كافي للتعويض أبدا. غريمالدو، حلو تدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. حكمت مباراة عن دقيقتين كوقت بدل ضايع. تنطلق الصافرة مشاهدينا، معلنة نهاية المباراة بخسارة الفريق الفلسطيني بعد هذه الهزيمة الكبيرة.